اتكلمت على جزئية هتلاقوها موجودة ويمكن هتبقى صعبة شوية على بعض الحاضرين، إنما الصورة العامة بتاعت المحاضرة هتبقى في متناول الجميع. الجزئية دي بس يمكن تبقى صعبة شوية، إنما أنا عارف إن في منكم عدد مهتم بهذه القضايا فأدركتها معايا. وأنا بحضر هذا لقيت بالصدفة إن ثلاث مجموعات من المقترحات أو التوصيات الأساسية في الكلام اللي هقوله طلعت خمسات، فلذلك سميت المحاضرة 5 بلس 5 بلس 5، 5 و5 و5، لأن هم فعلا طلعوا كده بالصدفة إنهم 5 و5 و5، فقلت دي مناسبة جدا إن الواحد يتكلم عنهم بالطريقة دي. فإذا بدأنا هقول معاكم النهاردة هنمشي شوية ملاحظات عامة عن الوضع الثقافي، مش بس وضع المؤسسات بتاعت البحث العلمي والجامعة المصرية وغيرها. ويمكن الحتة اللي هتبقى صعبة بالنسبة لبعض الحاضرين هي أين يتجه البحث العلمي الآن، لأن المرة دي مش هتكلم على أوريكم إزاي بيحصل إن تهجين ما بين العنكبوت والمعزة والمش عارف إيه زي ما وريتكم قبل كده. لا، أنا هتكلم في أين يتجه البحث العلمي في تفهم مؤسسات أو مكونات، تفهم مكونات الأدوات التحليلية في البحث العلمي. فهي دي يمكن بس نمرة اتنين، دي اللي يمكن تبقى صعبة شوية لبعضكم، إنما أقدر أجيب على أسئلة بعدين في الآخر اللي عايز يعرفها. بعد كده في قضية بتهمنا قوي أو بتهمني أنا جدا، لأن دي قضية مصرية تقليدية وهي عبارة عن كارثة، إنه ناس تقول لي عايزين حل فوري وعايزين نتائج تتحس في السوق بكرة، وإن لازم الشعب التعبان ده هون في مصر يحس إن البحث العلمي ده بيجيب نتائج ملموسة في الاقتصاد بتاعه في ظرف 3 سنين أو 5 سنين بالكتير. وأنا لذلك هكلمكم عن كوريا والبيوتكنولوجي، لأن كوريا دي جت وقالت أنا ليا تقدم علمي كبير جدا وحوريكم مؤشراته، ولكن في نفس الوقت ملياش دور كبير في البيوتكنولوجي. عشان أخش في البيوتكنولوجي حطوا خطة 3 مخططات متتالية، كل واحد 6 سنين ويزيد، يعني 18 سنة، خطة 20 سنة. كوريا اللي بتنتج هيونداي ودايوو وسامسونج، وكوريا اللي ضربت انجلترا وفرنسا في عدد براءات الاختراع المسجلة في اوروبا وعالميا، كوريا اللي بتضارب المانيا المركز الثالث في العالم بعد امريكا واليابان في الاختراعات العلمية، كوريا دي بتقول انا مش هقدر يبقى لي مكانة في البيوتكنولوجي في اقل من 18 20 سنة. واشتغل الجزء الأول 6 7 سنوات لتصحيح الفرشة التعليمية. يبقى زي احنا في مصر بالوضع التعليمي اللي انتوا عارفينه، اللي مفيش أسرة مصرية ما بتشتكيش منه، عايزين نطلع نتائج في 3 إلى 5 سنوات. ده جزء من التحدي. فالتوصيات بعد كده هتبقى ازاي نبني القدرة على البحث العلمي. مجموعة التوصيات التانية انا اقدر اسميها توصيات اساسية او مناخية الاول قبل ما نبتدي حتى، وبعدين الجزء الثالث اللي هي استراتيجية مقترحة لتصحيح الاوضاع في مصر. ولكن ايه دورنا احنا هنا المجموعة دي؟ لذلك الجزء الاخير من هذه المحاضرة حول دور مكتبة اسكندرية كعامل مساعد في إقامة هذه الثورة العلمية في مصر. فنمشي مع بعض الأول بالجنرال اوبزرفيشن. هي أنا يؤسفني جدا إن
أوريكم الكرتون اللي حوريه لكم ده. أنا كتبت الرسالة بتاعتي في الدكتوراه على إسهام التعليم في التنمية. خلصت الكلام ده سنة 71، يعني 38 سنة من قبل، تقريبا 40 سنة. وقتها كانت حاجة غريبة جدا إن أنا صدرت رسالة الدكتوراه بكرتون، رسم كاريكاتير، لأني وجدت إن هذا الرسم الكاريكاتير بيعبر عن مخاوفي عن قضية التعليم والتنمية، وآدي الرسم اللي حطيته. هذا الحاكم بيخاطب الشعب بتاعه وبيقول أنا رغبتي إن الشعب بتاعنا، إن بلدنا تبقى أكتر بلد متعلمة في العالم، ولذلك أمرت بأن نصرف لكل واحد منكم شهادة. نكتة؟ ماشي نكتة. لأن أنا كنت متنبئ أو متخوف من أن الضغط السياسي والديموغرافي سيؤدي إلى أن الجامعات في الدول النامية تصبح مهتمة فقط أنها تسلم شهادات للناس، وهتفرغ العملية التعليمية من المضمون الحقيقي بتاعها. ده اللي حصل، ده اللي حصل في مصر، ده اللي حصل في دول كتيرة جدا. فالنكتة للأسف ما طلعتش نكتة، طلعت حقيقة. فإذا المنطلق الأساسي بتاعنا لأي حديث إصلاحي لازم يبدأ إن احنا نعترف بنقطة الضعف بتاعتنا. ونقطة الضعف اللي يمكن الناس ما بتحسش بيها كفاية هو الانهيار الكامل في المناخ الثقافي المصري والعربي. وهقول لكم حاجة، احنا زي ما انتم عارفين واعلنا طلعنا دلوقتي مكتبة رقمية عربية، تعتبر اكبر مكتبة رقمية عربية في العالم، فيها اكتر من 100,000 كتاب. دلوقتي وصلنا كام كتاب؟ بقينا 120,000، 120,000 تقريبا. بعد 100,000 كتاب عملت الإحصاءات الآتية وحواريكم المقارنة دي، ودكتورة سهير ساعدتني وجابت لي الأرقام بتاعت مكتبة الكونجرس، على اعتبار أن مكتبة الكونجرس تمثل تقريبا كروس سيكشن أو قطاع لتوزيع الكتب اللي باللغة الإنجليزية، وإن 120,000 كتاب بتوعنا يمثلوا قطاع أو عينة للكتب العربية. ادي التوزيع اللي موجود، قسمناه عموميات، فلسفه، دين، علوم اجتماعيه، تاريخ وجغرافيا، علوم وتكنولوجيا، لغه وادب وفنون. اول حاجه ملفته، احنا متفوقين في ايه؟ الدين. 25% من العناوين العربيه في الدين، يقابلها 4% في اللغه الانجليزيه. متفوقين في ايه تاني؟ في الادب واللغه، اللغه العربيه والادب، 23% مقابل 14%. يعني البندين دول لوحدهم تقريبا نص عدد الكتب العربيه، العناوين العربيه اللي بتطلع. دي صوره للمجتمع، مش صوره لمجموعه بسيطه. مقابل هذا هم متفوقين علينا في ايه؟ في العلوم الاجتماعية 35% مقابل 23%، أما في العلوم والتكنولوجيا ف 20% مقابل 8%. فهم عندهم أكثر من نص الكتب بتقع في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية، يعني كلها أنواع علمية. لو نتكلم على الثقافة العلمية اللي بتعم في المجتمع وفهم هذا المجتمع لما يحدث حوله من تطورات، ما نستغربش إذا كنا نشوف مجموعة الأرقام دي لهذه الخلافات الموجودة. ما نستغربش إن تبقى بتعم الخرافة عندنا في المجتمع بينما الثقافة العلمية مش موجودة، إذا كان عدد الكتب اللي احنا بنعملها في العلوم والتكنولوجيا 8% فقط. إذن ده جزء من الخلفية الاجتماعية اللي بنتحرك فيها كمؤسسات. لو عايزين نعمل طفرة علمية في المجتمع بتاعنا، ده جزء من الواقع بتاعنا.
غير هذا الواقع لنا ان احنا نسأل في مساءلة تصحيح نظام التعليم بتاعنا. هل النظام بتاعنا فعلا بينمي القدرات العلمية، القدرات التجديدية في العقل المصري والعقل العربي المعاصر؟ لنا نحن نسأل هل عندنا مقدرة ان احنا نتعرف على الابتكارات الجديدة اول ما بتبان، وان احنا نعرف نتحرك عليها لما بنشوفها؟ لان احنا نسأل هل فعلا لو في افكار جديدة بتتحول الى تطبيقات تكنولوجية؟ الوصلة ما بين الباحث ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع، هل الوصلة دي موجودة وشغالة ولا لا؟ لان في النهاية احنا بنحس اغلبنا غير المهتمين بمتابعة البحث العلمي نفسه، بنحس بالعلم لما بيتحول لتكنولوجيا، بنحس بالعلم لما بنشوف الموبايل والكمبيوترز والطيارات والمش عارفين. انما الجزء الاكتشافات العلمية اللي بتمكننا من بناء هذه التكنولوجيا بتبقى سابقة للتكنولوجيا طبعا بفترة من الزمن. الوضع العام سيء، وإن كان بدأ يتحسن في بعض الدول النامية، إنما بصورة عامة إنه الدول النامية، هنا كوريا محسوبة مع الدول المتقدمة خلاص، سابت الدول النامية وبقت عضو في OECD. إنما بنحسب بصورة عامة إن تقريبا 2% من براءات الاختراع اللي تسجلوا حوالي بداية القرن كانوا فقط 2% من الدول النامية، وإن من دولة 95% من 2% جاية من الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك، 5 دول دول ساعتها عددهم كبير. إنما برضو ده نسبة ملفتة، يعني ده معناته إن 143 دولة الأخرى المصنفة كدول نامية بينها وبين بعض بما فيها كل العالم العربي وبما فيها مصر عندها أقل من 5% من 2%، 5% من 2%. ده ميزاننا الحقيقي النهاردة في البحث العلمي كصورة عالمية. حتى لما نقول إن في براءات اختراع زادت في الدول النامية لما عملوا حاجة بيسموها PCT أو Patent Cooperation Treaty، فبنجد لما نحلل من قرب بنجد إنه في non-resident و resident. ده سب سهران أفريقيا، أفريقيا جنوب الصحراء. non-resident يعني IBM راحت سجلت في كينيا، مش شركة كينية اللي أخذت براءة الاختراع. فال 35 هم المحليين و 741 غير محليين. كوريا المحليين ضعف الغير محليين، أمريكا أكتر شوية بس مش الضعف يعني. ليه؟ لأن الناس كتير قوي بتحب تسجل اختراعاتها في أمريكا عشان السوق الأمريكاني ضخم جدا. بصورة عامة رغم أن تصور والكلام اللي بيتقال في بعض الجرائد، ودايما أنا بستغرب الناس المحللين السياسيين عندنا بيجيبوا كلامهم منين وبيبنوه على أني أرقام. أمريكا بعيدة جدا عن الانهيار، أمريكا البحث العلمي فيها سباق لسابق أوروبا وسابق اليابان، وأوروبا عملت الـ FP7 بروجرام بتاعها جزء كبير منه إنهم عايزين يحصلوا أمريكا. عشان أفكركم تاني بمناسبة السنة دي، إحنا طبعا كلنا معجبين بالإنجازات بتاعت الهند والصين وإنهم بدأوا يبعتوا ناس للفضاء ويعملوا مش عارفين الفضاء. طيب طلعوا واحد الفضاء في أوربت. الأمريكان من 40 سنة بالتكنولوجيا اللي كانت موجودة من 40 سنة، مش بالتكنولوجيا بتاعت النهاردة، بعتوا ناس القمر. والسنة دي في 20 يوليا هنحتفل بهذا التاريخ العظيم لأول مرة الإنسان مشي على القمر. نيل أرمسترونج وباز أولدرين راحوا القمر في 20 يوليو 1969. وضعنا احنا بقى يعني لما نبص الصورة العالمية سيء للغاية. وهنا ده صورة دي اتنشرت في الإيكونوميست، انما مبنية على الإحصاءات من كذا مؤسسة.
هنا في البيوتكنولوجي مثلا عدد الأبحاث ساوث كوريا كان ايه سنة 91 وبقى ايه سنة 2002، وده الكيس ستادي اللي هبين لكم عليه، كانوا في هذا الرقم ووصلوا إلى هذا الرقم في 10 سنوات. الصين، الهند، البرازيل، ساوث أفريكا، كوبا، مصر. مصر في تقدم ما بين الرقمين. لا تقدم ملموس، مش ضحك، ده كويس طبعا. ما تنسوش ان لما بنتكلم كوريا طبعا ده كوريا، لذلك دايما بضرب المثل بكوريا لانها متقدمه جدا. انما طبعا مع الصين والهند، لما الواحد يتخيل عدد الباحثين اللي موجودين في الصين وعدد الباحثين الموجودين في الهند بالنسبه لمصر طبعا، فمتوقع ان يبقى الانتاج بتاعهم اكبر. ولكن حتى اذا كان هذا المؤشر بيبين زياده، هنا بقى الصوره سيئه جدا. قد ايه من الابحاث دي بتتحول بقى الى التكنولوجيا؟ زيرو، اللي هي تحويل الفكر والابحاث الى تكنولوجيا جديده، مش تكنولوجيا قائمه، تكنولوجيا جديده بالنسبه لمصر. ده سنه 2003. فاذا لازم نبني القدرات بتاعتنا، ساينس اند تكنولوجي كاباسيتيز، ساينس تكنولوجي اند انوفيشن كاباسيتيز. هنا بقى عايزين نعرف، طيب العالم في هذا القرن الجديد بيتجه فين؟ وايه يعني اذا كان وضعنا في العالم كده، بالعالم ده ماشي ازاي؟ عشان نعرف نتوقع احنا لازم نمشي ازاي اذا كنا هنجاري العالم، واذا كنا هنروح اتجاه تاني نبقى عارفين رايحين اتجاه تاني ليه؟ تبقى يعني على الاقل مبنيه على اساس فكر، مش على اساس انها حصلت كده يعني. فالحته دي صعبه شويه، انما عايز يعني الحقيقه اكد عليها جدا. اول حاجه هي الدور الكبير جدا للرياضيات. اصبحت الرياضيات دلوقتي جزء لا يتجزأ من البحث العلمي، هي اللينجوا فرانكا زي ما بيقولوا لكل البحث. البحث التوصيفي والكلام العام والإنشاء، والناس يكتب لك رسالة دكتوراه 1000 صفحة كلها إنشاء، ده ملوش خيمة. دلوقتي أغلب البحث العلمي في على الأقل البحوث اللي سميها الناتشرال ساينسز كلها ماثيماتيكال. فالواحد بيحتاج إنه يعمل يبقى في ماستري جاية للرياضيات مع العلوم. ولازم يكون في مؤسسات متخصصه في اللي نقدر نسميه بالانجليزي كوانتيتيف ريسيرش او البحث الكمي. وبصوره عامه بقى التطبيقات بتاخد من هذا الفكر اللي هو له ابعاد كميه وبتطبقها. تطبيق بقى ده اللي بيؤدي الى ازمه اخرى كبيره جدا عندنا، اللي هي الفرق ما بين ميادين معينة وموضوعات معينة. يعني مثلا أما بص على حاجة زي البيوتكنولوجي، البيوتكنولوجي دي موجودة في الصحة وموجودة في الزراعة وموجودة في البيئة وموجودة في الصناعة، وهي نفس الأدوات العلمية بتستعمل فيها كلها. السؤال أين تدرس ومين القائمين عليها، وهل بنقدر ناخد القواسم المشتركه دهيا ويبقى عندنا مراكز قادره انها تقدر تحول هذا ولا لا؟ تعال نتكلم على الجزء بتاع الكمي او الرياضيات. الرياضيات عامه جرى العرف ان احنا نقسمها الى رياضيات بحته بيور ماث، دي بقى فيها حاجات زي النمبر ثيوري والتوبولوجي البارشال ديفرنشال ايكويشنز الى اخره، او الابلايد ماث اللي هو الرياضيات التطبيقيه. الرياضيات التطبيقيه باخد المعلومات او الافكار اللي موجوده في الرياضه البحته وبطبقها لحل مشاكل معينه، زي النمذجه، ان اعمل نماذج رياضيه لواقع اجتماعي، لواقع علمي، لواقع سياسي. بدور فيه في الكيوتك سيستمز، بدور فيه حاجات تانية. كل علم الستاتستكس بصوره عامه او الاحصاءات، علم الاحصاء نوع من الابلايد ماثيماتكس. في نقطة مهمة بقى، البيور ابلايد ديستنكشنز دي بقى بدأت انها بتختفي الفترة الأخيرة، لأن التداخل فيها زاد جدا،
ولذلك كتير قوي من المراكز المتخصصة في الرياضيات أصبحت مراكز بتاعت pure and applied mathematics، لأن الباوندريز ما بقتش واضحة قوي ما بين دي ودي، وبالتالي إنه بندور على الميثودولوجي اللي طالعة من الماتيماتكس عشان نطبقها في ساينس وفي انجينيرينج بالذات في الحاجات دي. إنما إذا واحد مثلا بيشتغل بيولوجي وبيعمل نموذج للبوبوليشن، مثلا بنشوف التطورات اللي بتحصل لأنواع من الجراثيم أو أنواع من الطيور في نظام إيكولوجي معين بيحصل لهم ايه، بيزيدوا بيقلوا بتاع، وبعمل الرياضيات ده، وقتها ما بيعملش applied mathematics، ده بيستعمل applied mathematics. اللي بيعمل applied mathematics هو اللي بيدي الاكويجنز والمودلز المناسبة لدراسة البروبلم ده. الجزء بقى الجديد اللي ظهر، الجزء ده كله يعني ممكن اقول عليه انه ما هوش جديد، ده من النص الثاني للقرن العشرين كله تقريبا، او حتى من الثلث الاولاني للقرن العشرين كله ينطبق عليه الكلام اللي فات ده. اللي ظهر جديد هو الكمبيوتينج. كمبيوتينج ان طبعا ما حدش يخفى عليه ان احنا بنعيش في ثورة معلوماتية ضخمة جدا. الكمبيوتينج ده بيسمح بمعالجة قضايا معقدة جدا في فترة ضيقة زمنية معقولة جدا، وبقدر احل مشاكل ما كنتش احلها قبل كده. وبالتالي يعني في مثلا كل علم البيولوجي الجديد ما كانش ممكن انه يتواجد قبل ما يبقى عندنا هاي سبيد كمبيوترز. ليه؟ لان لما اقول على الجينوم البشري مكون من 3 مليار حرف، ما فيش بني ادم قادر انه يقعد يكتب 3 مليار حرف ويقارن ال 3 مليار حرف ب 3 مليار حرف تانيين ويدور على الفروقات موجودة فين. ما ينفعش ان حاجة زي كده ممكن تتعمل بصورة يعني تسمح بان يتقدم علمي الا في ظل وجود الكمبيوترز السريعة جدا. فحصل ان الكمبيوتيشن تطور الى كمبيوتيشنال ماثيماتكس، كمبيوتيشنال ساينس، كمبيوتيشنال انجينيرينج. ففي ثلاث مكونات فيها، وبتستعمل ادوات زي الكمبيوترز الهاردوير والسوفتوير، انما في نفس الوقت هي نفسها حصل لها تداخل مع المؤسسه الفكريه العلميه، بحيث ان الكمبيوتينج نفسه هيبتدي يقدم كونتريبيوشن لاعاده صياغه المؤسسه الفكريه العلميه. يعني الكمبيوتينج ما هوش مجرد وسيله زي ما انا اجيب الكترونيك كالكوليتر واحسب بيه. الالكترونيك كالكوليتر ده مجرد وسيله، لا، الناس اللي صممت الالكترونيك كالكوليتر، الناس اللي صممت الكمبيوترز، طريقه تفكيرها اصبحت جزء من طريقه التفكير العلمي الجديد. ولذلك ان بنجد ان الكمبيوتيشنال كونسبتوال والتكنيكال تولز بتستعمل في فيلز مختلفة زي البيولوجي والكيمياء. هذا التداخل بيفرض علينا ان احنا مفروض نبتدي نهتم بدور الكمبيوترز. اذا لما نقول برنامج الحاسبات في كلية الهندسة، لا، مش مجرد برنامج حاسبات في كلية الهندسة عشان اطلع مهندسين بتوع كمبيوتر هيعرفوا يشغلوا اجهزة كمبيوتر ويعملوا سوفت وير ويتابعوا الهاردوير. انا بتكلم على طريقه تفكير معينه لازم تتداخل مع كليه العلوم وكليه الطب وكليه الزراعه في فكر جديد. الفكر ده بقى بيجي من ايه؟ يعني اول حاجه مفهوم الداتا مانجمنت. مفيش علم حديث، مفيش علم بيتم الا بابحاث امبيريقيه تجريبيه، وهذا الجزء التجريبي ان حتى لما بعمل علوم بحته بعمل ثيوريتيكال فيزيكس او ثيوريتيكال بيولوجي لازم يتعمل لها تيستينج ضد او اقارنها بواقع حقيقي. الواقع الحقيقي ده مبني على اساس معلومات، المعلومات دي بننظمها في الداتا بيس مانجمنت. اللي بيحصل بقى ان حصل انتجريشن بنسميه الاند تو اند انتجريشن،
acquisition integration treatment provenance persistence في الداتا العلميه. مش هخش في التفاصيل دي كلها، هعدي بس اقول لكم الاهم حاجه، ان اذا جزء من الحاجات اللي اتعملت في الكمبيوتيشنال ساينس عشان نمشي الاجهزه بدات تنتقل الى العلوم الاخرى كطريقه للتعامل مع المعلومه في حد ذاتها. والبلاتفورمز الجديده هتبقى انتجريتد بلاتفورمز مع الابلكيشنز في الاكسبيرمنتال والثيوريتيكال ساينس. فالبارادايم الجديد هيبقى فيه الكمبيوتنج ساينس جايه ككونسبتس اند تولز، في ادوات جديده هتطلع من الماثيماتكس وستاتستيكال تكنيكس، وفي سبيشال بلاتفورمز هتتعمل لاستعمال الجزئين دول عشان نعمل له انتجريشن في ايه؟ بوث ثيوريتيكال واكسبيرمنتال ساينس، الاثنين هتدخلوا مع بعض. ودي ظاهره جديده في اعاده التكوين. ليه بقول الكلام ده مهم جدا؟ ليه؟ لان القضيه مش قضيه ان انا استمر في تعليم الناس ادبي وعلمي في ثانوي وادخلهم في قسم كذا في كليه كذا، ويجوا لي الناس في مصر بعد 40 سنه من اكثر 45 سنه من تخرجي من كليه الهندسه في مصر يقولوا انت بتتكلم في البيولوجي ليه؟ انت مش خريج هندسه؟ طبعا ما حدش بيقول السؤال ده الا هنا في مصر، يعني العالم كله ما بيهتمش بالقضايا دي. انما عندنا احنا لسه فكره التقسيمات اللي موجوده دي تتنافى تماما مع هذا المفهوم اللي بقول لكم عليه. فالعالم متجه الى انه يلغي كل الحدود اللي موجوده ما بين المفاهيم بتاعه الكليات والاقسام التقليديه اللي موجوده عندنا في مصر. في نفس الوقت طبعا الجماعه بتوع الكمبيوتر، وانا اديتكم محاضره عن هذا الموضوع قبل كده، هم نفسهم بياخدوا من العلوم التانية في الفيزيكس وفي البيولوجي في الكوانتم كومبيوتينج وفي الدي ان اي كومبيوتينج، بيعمل ديفلوبمنتس جديده بياخد من الفروع المختلفه دي كلها. الجزء الاخير في هذا التطورات، انا بتكلم طبعا على تطورات فكريه في البحث العلمي، في حاجتين، في كونفرجنس بدات تحصل ودي سهل قوي طبعا ان تفتكروا كلكم حتى لما انتوا كنتوا صغيرين، مش هقول لما انا كنت صغير، صغير ده من ايام ما قبل التاريخ، لما انتوا كنتوا صغيرين كان في بيولوجي وكيمستري، ودلوقتي في بايوكيمستري. ده كونفرجنس، ان في تداخل ما بين الفروع وبعدين بيطلع من بينهم فرع جديد. فرع جديد ده له اهميته بتاع. انا شخصيا شايف حاليا ان في كونفرجنس بسميها بنت، اللي هي بايو انفو نانو تكنولوجي، ومش هتكلم في الموضوع ده كتير، انما في هذا الكونفرجنس. فجزء من الكونفرجنس ده بيؤدي ان احنا لازم نفكر تفكير مختلف حول ازاي نتعامل مع الناس القائمه على هذا العمل. الحاجه الثانيه، انا عضو في لجنه في الناشونال ساينس فاونديشن في امريكا، ورئيس الناشونال ساينس فاونديشن ادم لامنت كان بيقول لنا ان هو مركز بصفه خاصه عايز الناشونال ساينس فاونديشن تساند ما بيسميه ترانسفورماتيف ريسيرش، يعني مش اي بحث علمي. قال ان في انواع من البحث العلمي بتغير المفاهيم في الفرع بتاعها، ولازم ان امريكا تركز على دفع الى الامام هذا النوع من البحث العلمي. مثل لهذا مثلا سينتاتيك بيولوجي، يعني الناس بتاخد الاورجانيزمز البكتيريا غيرها تحاول تحلل فيها عشان تفهم الجينات دي شغاله ازاي جوه الاورجانيزم، مره واحده يجي لك واحد زي كريك فينتر او جورج شيرش يقلب الصوره كومبليتلي، يقول لك طب لو يحصل ايه لو حاولنا نبني دي ان ايه من تحت لفوق، مش ناخد الدي ان ايه ونحلل نحاول نفهم بيشتغل ازاي، انما لو انا حاولت ابني دي ان ايه من تحت لفوق يحصل ايه. فالسينتيتيك بيولوجي از ان اكزامبل بتاع ترانسفورماتيف ريسيرش، غير المفاهيم الموجوده في الميدان نفسه. السينتيتيك ريسيرش دي هي مكان للكرياتيفيتي ضخمه جدا، لانه في الكرياتيفيتي الضخمه جدا دي بيحصل يعني الواحد بيطلع بره الميادين المعروفه ويبتدي ينفذ حاجات جديده. اخواننا المكتبيين بقى هم اللي هيسمحوا بجزء كبير بهذا، لانهم فعلا لاول مره ربطوا بصوره بالذات باستعمال الاي تي، تمكنوا انهم يربطوا الاي ريسورسز او كم الريسورسز الموجوده للناس في اطار المعرفه العالميه.
هذه اطار المعرفه العالميه ده بيسمح الناس عن طريق الداتا بيسز اونلاين النولج نتس الاي لايبريز الى اخره انه يربط الحاجات دي كلها مع بعضها. مستقبل ايه بقى؟ الله اعلم. انما على الاقل دي التوجهات القائمه النهارده. الكونفرجنس البايو بيلعب دور كبير جدا في الكونفرجنس الجديده ده، واقدر مع الانفو ومع النانو تكنولوجيز. النانو تكنولوجيز طبعا الدكتور مصطفى السيد جاء ادانا محاضره هنا كانت ممتازه، انما لها متداخلات كثيره جدا. في اسرائيل متقدمين جدا في الدي ان اي كومبيوتنج، انما مثلا في امريكا بيدوروا على استعمال نانو تكنولوجي في معالجه السرطان او غيره من هذه الوسائل. انما في دراسات لسه ما لهاش تطبيقات، يعني زي مثلا الترانزستور وزيلنباو في ستانفورد عملت ريفت تاجز سنه 2006 باورجانيك ترانزستورز، مش مبنيه هندسيه، ترانزستورز اورجانيك بكريستلز معينه تبقى فليكسيبل وممكن تتحط في الاورجانيزم نفسها، وبدات الحاجات دي تخش في صناعات كبيره. الاركيتكتشر بتاع الكمبيوترز هيبتدي يتغير، لان طبعا بقى انا نشتغل دلوقتي بكلاسترز كبيره، في نيو باثويز، في نيو كلاسترز، في نتورك كنترول، نيورال نتس، مالتي دايمنشنال مانيفولدز كسبيسز الواحد بيتعامل معها، لان عندنا مالتيبل دايمنشنينج بتاع الاوبجكتس و بننقلها من one space to the other عشان نقدر نعمل لها manipulation. creation of virtual communities طبعا كلكم بتخشوا على يوتيوب وفيسبوك وما إليه من هذا، إنما في البحث العلمي بدأت تتكون virtual communities من الباحثين على نفس الموضوع في العالم كله، بتسمح لهم إنهم يشتغلوا مع بعض وإنه بالتالي يطوعوا المادة والمعلومات اللي قدامهم بصورة تسمح لهم إنهم يشتغلوا بصورة ما كانتش متصورة قبل كده. أنا بقول إن الديجيتال فيوتشر إز هير، وإنه ده طبعًا بيوسع أفكارنا بصورة كبيرة جدًا، ولكن لازم أرجع أقول لكم تاني السرعة المذهلة للتطورات العلمية اللي بتحصل في العالم. السرعة المذهلة للتطورات العلمية. إذا نظرنا لفرع إحنا عايزين نشتغل فيه في مكتبة اسكندرية اللي هو البايو انفورماتكس. ده اساسا معلومات، قلنا البيولوجي معلومات بتبقى فيها كبيره جدا، عايزين اذا سبيشال قدرات في المعلوماتيه والانفورماتكس عشان نقدر نتفاعل مع هذه المعلومات. ده عباره عن ايه؟ السكوب بتاعه بينطبق في البلانت ساينسز والانيمال ساينسز والهيومن هيومن ساينسز، في النيوتريشن، في الهيلث، في الديزيز، في حاجات كثيره جدا. البايو انفورماتكس بتاخد من البيوكيمستري وستراكشر بيولوجي وكمبيوتر ساينس وستاتستكس وماتيماتكس وجينيتكس وجينومكس وموليكولر بيولوجي، كل ده بيصب في انه يخلق فرع بنسميه البايو انفورماتكس. فعايزين ناس من كل الفروع دي تشتغل مع بعضها، وفي نفس الوقت هو بيخدم على الفارماكولوجي، تيشوز، موليكولر بيولوجي، بروتين تكنولوجي، سكريننج، سيل بيولوجي، ميديسينال كيمستري وغيره. فواحد بيقول لي هو مش خلاص الحاجات دي مش عملنا تفسير الجينوم البشري يبقى فاضل ايه؟ قلت له تفسير الجينوم البشري احسن صوره تشرحها لك الكرتون ده. الكرتون ده احنا صحيح عرفنا ان في 24 كروموسوم او 23 مرتين بس الاكس والواي الذكوره والانوثه، في حوالي 30,000 جين، أكثر من 100,000 بروتين، آلاف النيوكليوتايدز، ملايين النيوكليوتايدز، ميتابولايتس، مليونز اوف انتراكشن. فالكرتون ده كان جميل جدا، مكتوب فيز 2 انتربريتيشن. فمسك الجينوم البشري 3 مليار قطعة اللي هم 3 مليار حرف، وحاطين زي جيكسو بازل كبير كده. طب دلوقتي بقى عايزين ايه؟ نرص ده عشان نفهم الصورة بتاع 3 مليار حرف دول بيتفاعلوا مع بعض ازاي. فده مجرد البداية. البداية زي واحد عرف دلوقتي انه يبص على في لغة قدماء المصريين على الحروف، انما لسه لازم يقرأ التكست ويقول الجمل دي بتقول ايه ومعناها ايه. في فانكشنال جينومكس، فانكشنال جينومكس بتبص على مقارنات ما بين النيوكليوتايدز وبعضها،
والميتابوليكس اللي هي ترجمة الكلام ده للميتابوليزم بتاعنا. كلنا سمعنا الميتابوليزم، مش هخش في التفاصيل بتاعته دلوقتي، انما بنقدر نعرف احسن تارجتس للعلاج بتعمل ازاي. السنجل نيوكليوتيد بوليمورفيزم بنسميها سنيبس، دي اساسا لما ببص في الحروف قصاد بعضها بجد فرق حرف واحد ما بين السيكونس بتاع الشخص ده والسيكونس بتاع الشخص ده وما بين الخليه دي والخليه دي. هذا الحرف الواحد بيحصل مره تقريبا كل 100 الى 300 حرف في السيكونس، فبيحصل كتير قوي، وده اللي بيعمل الطفره والفاريشن الموجوده ما بين الناس. طب نهتم بالكلام ده ليه؟ لانه طبعا مهم للطب، مهم للفهم الصناعه وللتهجين في الحيوانات وفي النباتات، وايضا عشان نعرف نعمل ريسك اسسمنت حقيقي، نعرف الخطوره بتاع الحاجات المعينه. واذا ما كانش عندنا القدره نفسنا ففي ناس مستعده انها تبيع لنا الخبره دي، وزي ما انتم شايفين في الكرتون ده، ده شكل الجينوم اللي احنا عايزينه، فلوس فلوس فلوس، ادونا فلوس كتير هنعمل لكم الكلام ده عندنا. ده على فكره ده اللي بيحصل مع زملائنا في الخليج، يعني بيجيبوا الناس اللي زي دول يعملوا لهم الشغل ده، والناس اللي زي دي بتاخد الشكل ده. ما واحد مش قادر يتخيل ان هيحصل الزراعه في المستقبل من غير ما استعمال هذه الادوات الجديده. انما برضو نرجع تاني للفهم العلمي. الفهم العلمي لأول مرة بدأ يتحول وبيحط تحدي كبير جدا للجماعة بتوع الكمبيوترز لفكر جديد، ويحط تحدي كبير جدا للمكتبيين. المكتبيين are information specialists. يعني في الماضي كان العلم بينظم المعلومات في مجموعات متجانسة، جدول مندلييف، مجموعات من الحشرات الى كولكشنز. في العصر الجديد اللي بنهتم فيه من كولكشنز لكونكشنز، ازاي اربط ما بين مجموعات ما هياش متجانسه، انواع معلومات ما هياش متجانسه، اربطها مع بعضها زي ده. عايزه قواعد كتير جدا، وعايزه فهم لنوع المعلومه ايه. بعضها مبني على اوردينال سكيلز، بعضها مبني على ريشيو سكيلز، بعضها له ابسولوت، بعضه ريليشنال، في حاجات كتيرة جدا. فعايزة فهم ازاي الواحد يقدر يعمل الكونكشنز دي كلها. مع هذا في طفرة في كم المعلومات، يعني مش بس في مشكلة في ان واحد يتداخل في مجموعات مختلفة من المعلومات، انما في طفرة في الكم، فمفيش حد قادر يتفاعل مع هذا الكم من المعلومات. فبتعمل المعلومات دي عايزة تتفهم على ليفل تبسيط، صورة كبرى، على ليفل أكثر تفصيلا، على ليفلز بتخش فيها خطورة إن المعلومات ما تبقاش دقيقة. والكرتون ده ظريف، والدكتورة نهى ودكتور مجدي هيضحكوا عليه ده. أنا بقول له لما نلم كل الحاجات دي مع بعضها we'll have 1000 new kinds of data formats. Won't that be great? 1000 new kinds. هنربطهم ازاي بقى ونعمل موديلنج لسيستمز فيها كومبلكسيتي دي كلها. تو كومبيت، ادي العالم متجه الى ايه؟ احنا بقى وضعنا ان احنا لازم نخش في هذا العالم ونعمل كومبيتيشن فيه. عشان نعمل كومبيتيشن في هذا العالم از نوت ايزي، بس اتس فيزبل. وانا هديكم الاكزامبل بتاع كوريا. كوريا بتستعمل التكنولوجيكال سترينث رانكينج اوف كانتريز، ده بتستعمل انديكيتورز من براءات الاختراع، وبتكون كومبلكس انديكيتور له المكونات المختلفة دي، وبتبين التكنولوجيكال سترينث بتاعت الفيلدز المختلفة، يعني قوة الدولة في فيلد الانجينيرينج، في فيلد الماتيريال ساينس، في فيلد الكمبيوتينج، في فيلد الالكترونكس الى اخره. كوريا حتى في الارقام الاوروبية في البي سي تي طبقا لارقام دي اتنشرت 2008 سبقت انجلترا وفرنسا وسبق الصين طبعا. انما كوريا دلوقتي بتقرب على المانيا انها تبقى ثالث دوله في العالم بعد امريكا واليابان. فلما سمعتوني كتير جدا وناس كتير قالوا ايه دكتور سراج الدين طول النهار قاعد يتكلمنا على كوريا كوريا كوريا، لان كوريا كانت
ثالث أفقر دولة في العالم، أصبحت اقتصاد رقم 11. إنما أهم من هذا أنها طورت نفسها في أقل من 50 سنة عشان تصل إلى هذه المكانة. ومين كان يصدق لما كانوا لسه دولة نامية بتستلف فلوس من البنك الدولي إن دول هيسبقوا إنجلترا وفرنسا في قدراتهم الإنتاجية. الناس دي بقى، الناس دي اللي بتعمل كل الإلكترونيات وبتعمل مش عارف إيه وتعمل أكبر صانع للمراكب وصناعة السيارات وصناعة اللي عندهم كل ده وعندهم مستوى تعليمي رائع جدا، لما جم قالوا هنخش في البيوتكنولوجي قال لك هنعمل 3 خطط متداخلة، كل خطة 6 سنين أو أكتر، يعني 18 سنة. أهم حاجة عندي إن قال لك أول بلان 6 سنين هيعملوا إيه؟ Construct Research Foundation. Construct Research Foundation، الناس اللي عندهم براءات اختراع أكتر من إنجلترا وفرنسا ما عندهمش Research Foundation؟ لك لا، في البيوتكنولوجي كل فرع عايز الواحد يهتم بيه. فلك الأول كده بنعمل الفرشة العلمية، وبعدين السكند فريم ورك بلان هنخش في ان احنا نبتدي نطور towards ان احنا نبقى leading، والثالث فريم ورك بلان هنخش الى ان احنا نبقى industrializing core areas. بدأ هنا كام؟ 94. بدأ هنا كام؟ 2007. بدأ هنا كام؟ لسه ما بدأش، 2017. وانا بقول يعني اذا كانت كوريا لما بتقول عايز اخش في البيوتكنولوجي بالجديه بتاعتهم بيقولوا هيحتاجوا لهذا النوع من الوقت، وما احنا نيجي في مصر نقول طب دلوقتي بالوضع اللي احنا فيه ده عايزين يا دكتور بقى ان المقترحات تبان النتائج بتاعتها للشعب بقى في فرص عمل وبتاع من 3 لـ5 سنين بالكتير، مش هيحصل. هيبقى في لجنة أخرى بعد 20 سنة بتلتقي وتقول والله عايزين نلاقي الطريقة إن احنا نعمل تأثير بعد 3 4 5 سنين، وبعديها كمان 20 سنة هيبقى في لجنة ثالثة بتقول نفس الكلام. إما هنشتغل بجدية على المدى البعيد وإما الشغل ده مش هيبقى له نتيجة. فأول حاجة بيقول لك كاتش أب، وبعدين السكند بلان هيبقى إنهم يخشوا في مكان ليدنج. وضعوا خطط، الخطط بتاعتهم بتمشي خطوة خطوة خطوة. في نهاية السكند ستيج عايزين انهم يعملوا فينشر بوم في 500 شركة ستارت ابس، وهم متوقعين في الكتابة بتاعت الكلام ده انهم هيبقى يمكن اللي ينجح منهم 4 أو 5، يعني تقريبا متوقعين نسبة فشل في الستارت ابس 99% او 98%. انا مش مهم، هجرب 100 فكرة ولو 2 أو 1 منهم نجحت ده المهم. حاطين المخطط بتاعهم ده قديم الكوز. انا رحت لهم واشتغلت معهم في لجنة سنة 2003، الفترة دي تقريبا كنا بنبص الحكاية دي. كانوا حاطين الهدف بتاعهم انهم يوصلوا في الثيرد ستيج انهم يكون عندهم 12 نيو دراج، وان يبتدوا من هنا with 2 drugs، 2 بس، مش عايزين أدوية كثيرة جدا، لا عايزين 2 أدوية بس. وهنا بقى بيحطوا المايلستونز بتاعتهم. المايلستونز دي مهمة جدا ليه؟ لأنه المعايير بتاعته وفي رأيي هي المعايير السليمة ما بيقارنش نفسه بنفسه، بيقارن نفسه بالتانيين، عشان ممكن أن أنا أكون بتحسن إنما التانيين بيجروا، فالهو بيني وبين التانيين هيبقى زيادة تقهقر. ولذلك المؤشر اللي بيستعملوه الرانك بتاعهم، الرانك بتاعهم. فهم سنة 94 كانوا 29، عايزين يوصلوا إلى 22 في نهاية الفيرست ستيج، عايزين يوصلوا إلى 15 في نهاية السكند ستيج، وبتواضع إلى 13 في السكند ستيج وبعد ثيرد ستيج، وبعدين الأمل البعيد إنهم يوصلوا نمرة 7 في العالم. جايز يفوق هذا الرقم.
انما طريقه التفكير على المدى البعيد انه بيبني الفرشه الاول وبيشتغل بطريقه سيستماتيك. وده مشكله بتاعتنا في مصر، وبتفكرني عشان اصلا برضه معماري، اتكلم مهندس معماري، بنبني مبنى والناس فايته ايه ده، مش شايفين حاجه، عاملين لي خرم في الارض. ايوه، بس لازم ابني اساسات مظبوطه، ولو الاساسات دي مش مظبوطه المبنى اللي هبنيه بسرعه ده هيقع. فلما بقعد اما مش باينه حاجه، لما بعمل ايه؟ ببني اساسات، والاساسات دي لازم تتعمل صح. فطبعا بعد كده بقى بيحولوا الكلام ده الى استراتيجيات واهداف وارقام، وايضا عايزين يقولوا كم عدد الباحثين اللي عايزينهم يشتغلوا على الموضوع. كم عدد الباحثين؟ اولا دي طريفه جدا، لان احنا عملنا مقارنه في اللجنه بتاعتنا مع لجنه رئيس الوزراء مع البحث الزراعي في مصر. طبعا هنا زي اي بحث زراعي عدد البي اتش ديز مثلا 4600، هو 2900 دلوقتي، عدد الماستر 7900، وبعدين تحتيهم التكنيشنز بيزيدوا كمان، ففي هرم كده. في مصر الهرم مقلوب، عدد الدكاتره قد كده، عدد الماسترز قد كده، وعدد التكنيشنز قد كده. عندنا هرم مقلوب. طبعا عندنا في مصر يعني بالنسبه ده كل فروع البايو تكنولوجي هم 2900 بي اتش دي، في الزراعه لوحدها احنا عندنا 11700 بي اتش دي بيشتغلوا في الزراعه، وزاره الزراعه فقط. فيعني من ناحيه الكم ما شاء الله، يعني ما عندناش مشكله. امال ايه مشكلتنا بقى؟ لا، ايضا ناحيه الكيف كواليتي. بقول هذا الكلام ليه بقى؟ لان كوريا وضعها الدولي في مقارنات ما بين الدول في مقياس البيزا مثلا، في الساينس كوريا نمره واحد واليابان نمره اثنين، في الماثيماتكس اليابان نمره واحد كوريا نمره اثنين، في القراءة كوريا نمرة 6. يعني ما شاء الله في كل الميادين متفوقين جدا من ناحية الكواليتي اوف education. فيا جماعة، الناس اللي عندهم كواليتي اوف education بالشكل ده، واللي عندهم قدرة صناعية بالشكل اللي وريتها لكم، يقول لك قبل ما اخش في فرع جديد زي البايوتكنولوجي محتاج لست سبع سنين احضر الفرشة التعليمية عشان اقدر اشتغل. بيرمي الاساسات، بيرمي اساسات المبنى. احنا عايزين نتائج فوريه من المؤسسات المهترئه بتاعتنا انها تطلع نتائج ملموسه في الاقتصاد بعد 3 إلى 5 سنوات، وانا بقول فيها استحاله. لازم نعالج المرض من اساسه. كوريا ضربت العالم كله في من 95 مثلا، كانوا واخدين الارقام دي كلها، انما في الفيلدز على الماثيماتكس والساينسز، وحتى في 2003 بعديها بثمان سنوات كانوا نمره 2 في الترقيم العالمي. الناس زي ما بقول يعني رغم كل ده يقول لك لا احنا لازم نبتدي الاول نصلح نفسنا. فارجو ان يبقى في هذا النوع من التفهم للوضع اللي احنا فيه، المنافسة اللي بره رايحة فين، وبعدين ازاي هنصلح نفسنا عشان نلعب هذا الدور. طيب اذا كان كده هنعمل ايه بقى؟ اقول لكم بقى خمسة وخمسة وخمسة. اول خمسة لازم نبني كاباسيتي. ازاي هنبني كاباسيتي على الساينس اند تكنولوجي؟ التقرير ده على فكرة ترجمناه بالعربي يا دكتور فحام، مش كده؟ دكتور نهى، ده محطوط في الديجيتال لايبرري، المفروض يبقى موجود التقرير ده، موجود باللغه العربيه، لازم نحطه على الديجيتال لايبرري اللي ما كانش موجود. ده قدمناه باسم كل اكاديميات العلوم في العالم لكوفي انان في وقت ما كان سكرتير عام الامم المتحده، وده جيكوب باريس اللي هو حاليا رئيس التواس وانا نائب الرئيس، وكنا سوا كنا كوتشيرز بتوع التقرير ده وقدمناه للامم المتحده. التقرير فيه 5 نقط. اخر حاجة الفلوس. الشكوى اللي بنسمعها طول النهار ان القضية قضية فلوس غير صحيحة. وابسط حاجة انتوا هنا في مكتبة اسكندرية. كل اللي بتصرف على مكتبة اسكندرية اقل من 1% من ميزانية الجامعات. فانا بذكر الناس لو كنا زودنا ميزانية الجامعات المصرية 1% او قللناها 1% ما كانش حد حس بيها.
انما حسوا بمكتبه اسكندريه محليا واقليميا ودوليا، يبقى اذا هو كيفيه صرف الواحد في المية مش انها قد ايه. فلقينا ان فعلا اخر حاجه الفاينانسنج ميكانيزم، هنتكلم عنهم واحده واحده. اول واحده الساينس اند سوسايتي، ان اول حاجه لازم يكون في سياسه علميه للتفاعل ما بين العلم والمجتمع. افتكروا اول حاجه وريتها لكم الكتب العربيه والكتب الاجنبيه، المجتمع نفسه مبتعد عن العلم، المجتمع بتاعنا مش مشارك فيه، المجتمع بتاعنا لا يحترم العلم. فلازم احنا نغير هذه المفاهيم، ولازم الحكومه يبقى عندها استراتيجيه واضحه، ولازم انها تضع اهداف، ولازم تحط للبحث العلمي جزء كبير من الموارد اللازمه، ولازم انها تتعرف على هذا الواقع. اغلب الدول لم يتحت هنا دي الدول الصناعيه، عدد كبير منها بيصرف اكتر من 3% من الدخل بتاعها على البحث العلمي. استراتيجيه لازم تبقى استراتيجيه متماسكه، بحيث ان مش كل وزاره بتعمل بحث لوحدها، لان زي ما شفنا بحوث زي البايوتكنولوجي بتاثر في الزراعه، في الطب، في البيئه، في الصناعه، فلازم البحوث دي تبقى فيها مش تكرار انما تبقى فيها تكامل وفيها قدره انها تتطور الى الامام. ولازم نعمل بالانس ما بين البيزك والابلايد ريسيرش، ونتعرف على الشغل بتاع القطاع الخاص، لانه تلتين البحث العالمي بيدفعه القطاع الخاص. الاحمر ده القطاع الخاص، الازرق ده الحكومات. فجزء كبير جدا من البحث العلمي بيعمله القطاع الخاص، وده بيقتضي ان احنا نعرف نتفاعل معهم ونعمل اتفاقيات معهم. لازم ان العلماء يتدخلوا مع الجمهور في الرؤيه العامه للجمهور في قضايا البحث العلمي. دي كلمه جميله لنهرو عند استقلال الهند لما قال المستقبل سيكون ملك الذين يصاحبون العلم، للعلم ومن يصاحب العلم. الناحيه الثانيه ان السياسه بتاعتنا السياسه العامه لازم تستعمل المدخلات العلميه. يعني لما بدا منهستر على قضيه الميه نعرف بالظبط ايه المكونات العلميه بتاعت هذه القضيه، نعرف ايه المكونات العلميه بتاعت الامن الغذائي، نعرف ايه، يعني يبقى في انبوت من العلماء في صناعه هذا القرار، وده بيقتضي دور جديد للاعلام. وقضيه الاعلام دي قضيه معقده عارفينها. اما البحث العلمي فكان زمان بينظر له انه الاول في البيزك، وبعدين بنعمل له استراتيجيك وابلايد وادابتيف، وفي اجزاء معينه كنا بنهتم بالاستراتيجيك والابلايد، انما النهارده الصوره دي اتغيرت. الصوره الادق يمكن اجمل من كده يسموها باسترز كوادرنت، على كتاب كتب واحد اسمه ستوكس جميل قوي، مبني يقول فيه انواع من ديزاير تو نو واللي ما عندوش ديزاير تو نو، وفي كونسيرن وذ يوز ونو كونسيرن فور يوز. فطبعا واحد زي نيلز بور لما بيفكر في ايه اللي مكونات الذره في العشرينات، او اد ويتن النهارده بيفكر في السترينج ثيوري، مش مهتم ده التطبيق بتاعه هيبقى ايه، عايز يعرف. في واحد زي توماس اديسون من اكبر المخترعين في التاريخ، توماس اديسون ما كانش مهتم قوي بانه يفهم ايه المكونات، كان يجرب مثلا لما عمل اللمبه الكهرباء بتاعته اللي في ايده دهيا، قعد يجرب مواد كتيره جدا لغايه ما وصل الى التنجستن بيشتغل. انما اللي احنا عايزين ننميه هو باستير. باستير عمل كونتريبيوشن فكري عشان عايز يفهم المرض بيشتغل ازاي، وعمل الجيرم ثيوري اوف ديزيز اللي هي اساس فهم الطب الحديث كله، ان المرض ده مش حاجه كده بتيجي لوحدها، انما بتيجي نتيجه لعدوى بتقوم بها جراثيم. وفي نفس الوقت كان عايز انه يجد علاج، ومن الحاجات اللي عملها البسترة اللي بسميها الباستورايزيشن للأغذية أو الحاجات دي. فالكوادرنت ده هو اللي فيه اهتمام بالتطبيق إنما اهتمام بالمعرفة، هو ده اللي احنا عايزين نقول صراع ما بين البيور والأبلايد. أما قضية تنمية القوى البشرية فبنتكلم على جميع المستويات من الابتدائي أو ما قبل الابتدائي إلى ما بعد الجامعة. دي صورتين انا غاويهم قوي، صوره المانيا بري سكول، افريكا سكول. دي جايه من افريقيا انما ممكن انها تنطبق عندنا ايضا.
طريقة التلقين. الصورة واضحة جدا انها طريقة تلقين ماشي، مفيش مساءلة، مفيش تشجيع على السؤال. الكونتنت بتاع الكريكل نفسه عايز يتغير، وعايزين نلاقي طريقة ان الشباب يخش الى العلوم والتكنولوجيا ويهتم بالعلوم والتكنولوجيا، لان هي حتى في الصناعات دلوقتي كلها بتتطور بهذه الطريقة. في مشكلة تانية بالنسبة لدول زي مصر اللي هي قضية البرين درين والبرين جين. بمعنى ايه؟ ان احنا بنقول هجرة العقول، هجرة العقول دي مشكلة كبيرة لأغلب الدول النامية، انما ممكن ان احنا نحولها الى واقع مفيد. ودي ظاهرة موجودة مثلا من عدد الناس اللي واخدين دكتوراهات في امريكا من اصل اجنبي، وهنا عدد المشاركات البحثية اللي بيعملوها مع الدول المنبع بتاعتهم. فطبعا في احصاء بيبين ان كل ما هيزيد كل ما هيبقى كويس، بس ده طبعا تصور خاطئ. المهم ليه مجموعة الدول دي ومجموعة الدول دي مع وجودهم تقريبا عند نفس النقطة بالنسبة لعدد الباحثين اللي موجودين برا، دي بتاخد 3 أو 4 أضعاف هذا الكم من النتيجة في البحث العلمي والاشتراك مع الدول. فاحنا عندنا ناس زي احمد زويل وزي مصطفى السيد وزي فاروق الباز وزي مجدي يعقوب وزي ناس كتير جدا. الى اي مدى قادرين نحول هذه العلاقه الى علاقه مؤسسيه بحثيه ما بين الشباب بتاعنا والشباب العاملين بره؟ وعايزين كمان نقول بصفه خاصه على دور المراه في العلوم، وهذه الارقام بجيبها لكم من السويد، يعني اللي هي من اكثر الدول